في أغسطس تقريبا 2014، كان بقالي بس شهرين على الهوا، يعني كنت في بداية التجربة الإعلامية وكنت بقدم برنامج مكملين النهاردة على قناة مكملين، وكان تقريبا بقالنا شهرين بس. وبعدين صحينا الصبح كده على خبر غريب قوي، انه في شركة امن خاصة اسمها فالكون، وانه الشركة دي يا جماعة مسؤولة عن تأمين الجامعات. ايامها احنا كنا على بعد سنة تقريبا من الانقلاب العسكري، وكانت جامعات مصر فيها مظاهرات يعني من اللي قلبك يحبها، وكنا بداية عام دراسي جديد، وجامعة الأزهر وبنات الأزهر وجامعة القاهرة والدنيا كلها كانت بتستعد لمظاهرات رهيبة، أو تقريبا في شهر سبتمبر مش متذكر، يعني كان يا إما أغسطس يا إما سبتمبر. وبعدين فقلنا طيب يا جماعة مين شركة فالكون دي؟ فقال لك ده فالكون دي رئيسها ضابط مخابرات حربية سابق زميل السيسي اسمه شريف خالد. وبعدين قلنا طيب، فالحمد لله يعني كنا بادئين من الاول خالص بنحاول نروح لاصل الموضوع. فالزملاء الله يبارك لهم، يعني وفي زميل عزيز لسه معايا لحد دلوقتي بقالنا 10 سنين اهو بنشتغل مع بعض، فاتصل بشريف خالد. كويس، بوجه له التحيه لان كان يومها سابق الحقيقه. اتصل زميلنا ده بشريف خالد وقال له احنا عايزينك في مداخله. وانا على الهوا قال لي زميلنا العزيز ده في الايربيس معاك شريف خالد. طيب معانا رئيس شركة فالكون، اهلا وسهلا شريف بيه ولا سيادة مش عارف ايه ولا استاذ شريف مش فاكر، يعني بقيت اتكلم معاه عن شركة فالكون، والراجل بدأ يحكي ان احنا شركة امن خاصة وبنعمل كذا ورايحين نأمن الجامعات، ملناش علاقة بحاجة، ملناش علاقة بالطلبة، مش هندخل جوه حرم الجامعة، مش هنعتدي على حد. قلت له طيب بيقولوا ان انت ضابط في المخابرات الحربية وان انت زميل عبد الفتاح السيسي، اقسم بالله العظيم على الهوى انه ما عداش جنب سور المخابرات الحربية. فقلت له انا فاكر يومها مش لازم تعدي جنب سور المخابرات الحربية يعني، لكن هل انت ليك علاقة بالمخابرات الحربية؟ فقال لا يا عم انا عمري وماليش علاقة باي حاجة مش عارف ايه. لكن مرت السنين وفالكون كبرت، شريف خالد اتصور مع فتاح السيسي كذا صورة، وطلعت تقارير عن شريف خالد وعن الاسطورة بتاعت فالكون، وكان لينا السبق يومها في مكملين النهاردة وقناة مكملين ان احنا طلعنا شريف خالد ده على الهوى، الناس كلها عرفته وسمعته واتفرجت عليه وعرفت هو كذاب ولا مش كذاب، وعرفت فالكون دي بتعمل ايه ومتورطة في ايه والكلام ده كله. تمر السنين، 9 سنين دلوقتي او من 2014، ونصحى على خبر غريب قوي. صبري نخنوخ، فاكرينه صبري نخنوخ الله يمسيك بالخير يا دكتور بلتاجي ويفك اسرك يا رب انت وانس وكل الناس. اول حد اتكلم على النخنوخ ده هو محمد بلتاجي. طلع صبري نخنوخ اشترى فالكون. ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف الخبر ده مع بعض. خبر من موقع ذات مصر بيقول لك انه بيع فالكون للامن والحراسة لصبري نخنوخ مقابل 3 مليون جنيه. مصادر لموقع ذات مصر قالت ان نخنوخ اشترى الشركة وتحمل مديونية 120 مليون جنيه، وجرى توقيع العقود خلال الايام اللي فاتت. من 2014 امتيازات شركة فالكون وتعاقداتها وصلت ل 2 مليار جنيه، عملت بروتوكولات تعاون حكومية، شركات رجال اعمال، منشآت اعلاميين، افتتحت اول كاس سنتر في مصر، تأمين مباريات كورة، موقع مشروع قناة السويس، حصلوا على تراخيص بندقية خرطوش وتدخل سريع انتشار سريع، وأدى لارتفاع أرباح الشركة ل 20%. بعدين الناس قالت لك لا يا عمي ما اشتراش، لا يا سيدي ما حصلش، لحد ما النخنوخ الكبير نشر الصورة دي. نشوف كده الصورة بتاعت النخنوخ. الله، مش ده اللوجو بتاع فالكون جروب برضو؟ هو بالظبط. طيب ده النخنوخ نشر صورة شعار شركة فالكون، هنا سقطت العباءة وظهر الحق وعرفنا ان النخنوخ اشترى الشركة. بعدها النخنوخ نشر صورة مع ملاك شركة فالكون، اهو الحاج صبري نخنوخ واقف اهو في النص منور، ودول ملاك شركة فالكون، فده بيؤكد ان الراجل اشتراها. السيد شريف خالد اللي حكيت لكم عنه عمل معاه المداخلة في 2014، كان ليه صورة شهيرة جدا مع عبد الفتاح السيسي، اهو ده الاستاذ شريف خالد او الضابط شريف خالد، مش عارفين هو اقسم انه مش ضابط وملوش علاقة، لكن دي صورته مع عبد الفتاح السيسي. ما بين صبري نخنوخ وفالكون الحقيقة متشابهات كثيرة وحاجات كثيرة قوي بصراحة. تعالوا نستعرض مع بعض تاريخ الفالكون وتاريخ النخنوخ لحد ما ربنا وفقهم وارتبطوا ببعض، وبنتمنى لهم يعني
حياة سعيدة، ربنا يهنيهم. لكن تاريخ الفالكون والنخنوخ تاريخ مثير، تعالوا نستعرضه مع بعض ونشوف ايه اللي نعرفه عن النخنوخ وايه اللي نعرفه عن الفالكون. شركة فالكون تأسست عام 2006، بيملك البنك التجاري الدولي 40% من أسهمها، تملكها المخابرات المصرية، وتنشط في 28 محافظة 1200 موقع، بيصل عدد العاملين فيها 15,000 موظف بمختلف مجالاتها. خلي بالك الشركة دي هي الشركة الأمنية الوحيدة الحاصلة على حق استخدام الخرطوش، وبتملك حق نشر قوات تدخل سريع بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وانت بتقرأ الكلام ده انا متأكد ان اول حاجة جت في بالك هي فاغنر. اول حاجة جت في بالك هي فاغنر. خلوا الصورة عشان الكلام على الرجل بتاع فاغنر ماشية قوي مع الاخ اللي واخد نص التصميم لوحده، مش لان هم الشباب مكبرين صورته، لان هو اصلا كده، يعني هو كده الحمد لله ان هو كفى اصلا الشاشة. يعني صبري نخنوخ لا يختلف كثيرا عن الراجل يفجيني بيرجوزين، الراجل البلطجي زعيم العصابات بتاع فاغنر اللي كان شريك في عمليات حرب الشوارع وزعيم البلطجية والمافيا في سان بطرسبورغ في منتصف التسعينات مع فلاديمير بوتين، وكان أيضا رجل أعمال زي النخنوخ كده، وبعد كده بقى عنده قوات انتشار سريع وتدخل سريع وسافر حارب في كل حتة في الدنيا ومترخص له سلاح وبيعمل كل حاجة قوات فاغنر لحد ما اتقتل الشهر اللي فات. فصبري نخنوخ هنا هو يفجيني بيرجوزين الجديد أو يفجيني بيرجوزين مصر. الراجل زعيم بلطجية، الراجل حاجة مش معقولة من أيام مبارك، هنعرف عنه كمان شوية، بيتوج هذا التاريخ البلطجي العصابي بأن هو بيستحوذ على أهم شركة أمنية خاصة في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي. نرجع للفالكون مرة تانية بعد موضوع قوات التدخل السريع ده، لأن كان لازم الحقيقة نعمل الرابطة مع يفجيني بيرجوزين ومع قوات الفاغنر. شوف يا سيدي، الشركة اللطيفة دي بتؤمن وزارات وبنوك وجامعات وسفارات، بينها سفارة السعودية والكويت. اشتهرت بقمعها مظاهرات طلاب جامعة القاهرة 2014-2015، تورطت في قتل طلاب معارضين كان أبرزهم أنس المهدي، ويرأسها حاليا شريف خالد وكيل المخابرات الحربية سابقا، وزي ما قلت لكم طلع أقسم أنه ملوش علاقة بالكلام ده. الشركة دي بتستحوذ على 65% من الخدمات الأمنية في مصر، وبيبلغ حجم أرباح واستثمارات فالكون مليارات الجنيهات. نخنوخ اشتراها ب 3 مليون جنيه بس، وتحمل مديونية 120 مليون جنيه. على فكرة الرقم نفسه بيقولك ان في حاجة مش طبيعية، يعني انت شركة راس مالها مليارات وعندها مكاسب بمليارات بتشتريها ب 3 مليون؟ يا راجل ده ال 3 مليون دول ما يجيبوش عربية 7 راكب دلوقتي في مصر. يعني اللي اعرفه من الاصدقاء العربية 7 راكب، ما اعرفش ماركة ايه كده، كيا سورينتو ولا سكودا مش عارف ايه، بحوالي 2 مليون و800 الف دلوقتي او ب 3 مليون. فانت راح تشتري شركة فالكون ب 3 مليون؟ وقال لك هتحمل مديونية 120 مليون. بس الرقم غريب شوية، الرقم فيه حاجة مش مظبوطة. هو ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ هما ليه بيدوا فالكون لصبري نخنوخ دلوقتي قبل انتخابات رئاسة؟ وفي حاجات بتحصل في السودان وحاجات بتحصل في ليبيا في حاجة كده مش مفهومة، يعني في حاجة تخليك تسأل. ما هو الجماعة دول ما بيعملوش الكلام ده لله وللوطن، ما عندهمش الكلام. بقول لك السيسي بيعمل انتخابات عشان ياخد الشريحة التانية من قرض الصندوق، ففي حاجة غلط يعني. لكن تعالوا نقرأ كده السي في بتاع النخنوخ بيرجوزين أو قائد فاغنر المصري، عشان برضو يمكن نوصل لإجابة إيه علاقة النخنوخ بالفالكون. نشوف كده صبري نخنوخ مين ده. لمع اسمه في عهد مبارك كمورد لبلطجية الانتخابات، نشط خلال الثورة بتجييش البلطجية ضد المتظاهرين، أبلغ عنه الدكتور محمد البلتاجي على الهواء مباشرة مطالبا بسجنه، ألقي القبض عليه في قصره بالإسكندرية في أغسطس 2012، وعثر على أسود وكلاب حراسة وأسلحة ومخدرات في قصره الخاص. حكم على النخنوخ بالمؤبد بعد إدانته بالسلاح والمخدرات في مايو 2013 قبل ما السيسي يشرف. شرف السيسي بسلامته وحكم 4 سنين، وبعدين طلع له عفو رئاسي في مايو 2018. طلع النخنوخ رد الجميل بسرعة وأعلن مبايعته للسيسي فترة رئاسية جديدة في سبتمبر 23، ثم اشترى
شركة الفالكون للحراسات الأمنية في 26 سبتمبر. احنا امام يعني نخنوخ كبير، بيرجوزين او قائد فاغنر المصري اللي بيشتري شركة حراسات اسمها فالكون. طيب النخنوخ الحقيقة شخص مش عادي، هو شخص متشعب. اي شخص مثير للجدل في المشهد المصري بتلاقيه متصور مع النخنوخ وبيحتفي به. على سبيل المثال منهم صديقه في الداخلية اللواء عمر عزت. ده اللواء عمر عزت صديق النخنوخ في الداخلية، متصور مع التعبان النخنوخي الجميل. وكمان عندنا صديقه إبراهيم بيه أو الحاج إبراهيم. حاج إبراهيم العرجاني منور مع النخنوخ الكبير، وهم متصورين برضو بالتعبان. طبعا إبراهيم العرجاني غني عن التعريف، يعني هو نخنوخ قادم. فالنخنيخ كتير في البلد الحقيقة. صبري نخنوخ متصور مع العرجاني، لكن تعالوا نفتكر مع بعض حمد البلتاجي وهو بيتكلم عن صبري نخنوخ في 2012. أنا أول امبارح سألت السيد بشار وزير الداخلية، أنا واحد اللي هو أحمد جمال مسؤول الأمن العام في الاجتماع، قلت له في اسم فلان الفلاني. مين فلان الفلاني؟ صبري حلمي نخنوخ، ماذا تعلم عنه؟ فقال لي ده مورد بلطجية على مستوى القطر. فقلت له ليا سؤالين، هو فين طالما انت عارف هذه المعلومه وعملت معاه ايه؟ والسؤال الثاني، بيشتغل لحساب مين علشان نصل الى مش هنقبل ان احنا نفضل شغالين في اسطوره وهم الايد الخفيه والايد الثالثه وطرف الله والمش عارف. كلام محترم، مش هنقبل ده. انا مش بتهم ولا اسعى للتهم، لا تقول لي بتتهم مخابرات ولا مش بتهم، بس الجميع امام مسؤوليه. يا اخي والله العظيم مصر خسرانه واحد زي محمد البلتاجي. والله فعلا، يعني اللي اتعامل مع الراجل ده يعرف قد ايه مصر خسرانه قيمه محمد البلتاجي وشجاعة محمد البلتاجي وجرأته واحترامه واستيعابه للآخر واحترامه لكل الآراء الموجودة. مصر سياسيا وبرلمانيا وثوريا والمشهد العام مفتقد محمد البلتاجي ومفتقد عصام سلطان، مفتقد ناس بصراحة محترمة بدل المسوخ اللي موجودين دلوقتي زي صبري نخنوخ وغيره. عايز اختم الفقرة دي بفيديو مهم قوي لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، محدش عارف هو قاعد فين دلوقتي، لما قال له نخنوخ طلب مني أبعت له محمد البلتاجي عشان البلتاجي طالب بإلقاء القبض على نخنوخ. متابع. يعني نخنوخ مثلا في برج العرب، تمام، بعت لي أحد الرسائل عايزني أبعت له البلتاجي. يا أخي ده كانت نكتة، ده بجد. لا بجد عايز أروح أنا، ما فيش يعني الحتة دي ما تقاش محمد إبراهيم. يعني عصابة، إحنا بنتعامل مع عصابة يا جماعة. فصبري نخنوخ الحمد لله دلوقتي نزل خد شركة فالكون، الله أعلم هينزل أمام الشهر العقاري عشان يتابع سير منع التوكيلات لأحمد طنطاوي ولا لا، مش عارفين الحقيقة. لكن هو خبر مقلق للمشهد العام في مصر أن كبير موردي بلطجية يستحوذ على شركة أمنية تابعة للمخابرات الحربية أو أجهزة المخابرات. الميكس ده بيقول لك أن الفترة الجاية خطر على المواطن المصري وأمنه وسلامته.